حتى ما ودعوش البيت. أودع كل ذكرياتي في هذا البيت. مع السلامة يا ذكرياتي. ولا فين؟ مش معانا وقت. نفسي أطرح شي في هذا البيت ولا غيره. للتذاكر ون وي. وهمية! شوفوا، أنا عمري ما رديت حد من بيتي. الحفلة مش في البيت، الحفلة بسهرة. يا الله! وصلعتي. ماشي يا عاسة. خالة خالة خالة، قول طنط زي البقية. ها، هنقول لهم. حط الطشة. احنا كل يوم بدل البيت معانا قصة جديد. أنا أحب القصص الرومانسية. أنا أحبك يا خالد. من أحبك خيرات. النفس بقلبك أنت، أما أنا قلبي محجوز. ها؟ معلش، لسه قدامك وقت. هي مش عارفة بمشاعري أصلاً. أصبر على الكل، أنا عسافر أمريكا. أصبر على الكل. أنا غازي، غازي! وعادوا من ولدش ولا مطوحة متبه اللي بيزيد عليه وبيضحك عليه. يا الله! يا هلا! اليوم احنا معانا قصة جديدة داخل البيت ده. إيش تقول؟ هذا جنب بيتنا! والله العظيم إنه جنب بيتنا! أنا صدق ما بخاطر شهانة. أنا تعبت يا خالد. أنا من أم مصرية. ما أشتيش تمشوا مع بنتي نهائيا. قهر كبله وبزوق حب حياته. كبر يا أحسن. الدرجة دي كرحت هنا وهي. لا ده كتير. ده سحر ده ولا إيه؟ شرس مرس مفترق. أنتوا الآن تخرجوا إنه مفهوم؟ والله يما إنه برجع. يا أخي والله مسلسل رهيب. ون واي رحلة ذهاب يأتيكم في 6:30 مساءً ويعاد في الأوقات التالية. المهرية حكاية رمضان.